أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى أنهم إخواننا؟ ويستدل بقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا، ويقول: وبقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبا للكفار. هذا تضليل، يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا، هذا تضليل والعياذ بالله. اليهود والنصارى ليسوا إخوانا لنا، كفار. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليسوا إخواننا، إخواننا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأما الكافر فليس أخا لنا، بل نحن بريئون منه، ولو كان من أقرب الناس إلينا نسبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهل هذا يقول إن، نسأل الله العافية، إن اليهود والنصارى إخواننا، هل هو يقول إننا نحبهم من أجل الأخوة التي بيننا وبينهم، أو يقول إننا نحب لهم ما نحبه لأنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل هو يحب لليهود والنصارى ما يحبه لنفسه؟ إن كان كذلك فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا، قالوا المراد الأخوة النسب لا أخوة الدين. فالكافر يمكن يكون أبا لك وأخا لك وابن لك، ما راحت الأبوة والبنوة والأخوة النسبية، ولكن المراد الآن البنوة، المراد الآن الأخوة الدينية. فالكافر إذا كان أبا للمسلم من النسب لا يكون أبا له في الدين ولا أخا له في الدين، بل هو عدوه، بينهم عداوة، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالمراد أخوة النسب، أنه من جنسهم من البشر وليس من الملائكة، هذا معنى أخاهم. وأما قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، الصاحب ليس المراد الصحبة اللي هي المحبة والأخوة، صاحبكم يعني نبيكم، نبيكم الذي أرسله الله إليكم، ما هو المراد صحبة المحبة وصحبة الدين. ثم أيضا هذا الخطاب هل هو للكفار عموما أو هو للمؤمنين أيضا؟ هذا عام للمؤمنين وللكفار، أو ربما يكون خاصا بالمسلمين أيضا. نعم.